اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، وجه دلوقتي معايا فقره الطقس. هيئه الارصاد الجويه بتتوقع انه النهارده الطقس هيكون شديد الحراره رطبه على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وهيكون معتدل على السواحل الشماليه. اما بالليل فالجو هيكون مائل للحراره رطبه على كل الانحاء. لمزيد من التفاصيل معانا على التليفون دكتور منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة ليندا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا أهلا بيك يا دكتور. بداية عايزين نعرف إيه أبرز الظواهر الجوية الموجودة معنا النهاردة؟ يمكن إحنا اليوم لسه متوقع استمرار تكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، سواحلنا الشمالية، مدن القناة. الشبورة المائية دي بتؤدي للانخفاض في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق. معاد تكونها دايما بيكون في الساعات المتأخرة من الليل، يعني تقريبا على الساعة 3-4 الفجر، وبتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا على الساعة 6-7 صباحا بتبدأ الشبورة المائية في التلاشي. فدايما مهم جدا ننصح السادة قائد المركبات والمسافرين على الطرق، خاصة ان احنا في فترة اجازات وناس بتحب تسافر في الصباح الباكر، دايما القيادة بهدوء تام، نتبع كافة تعليمات المرور. الشبورة المائية دي هتستمر تكونها غدا وبعد غدا ان شاء الله. مع استمرار كمان ارتفاع درجات الحراره، يمكن غدا هيكون في ارتفاع اخر في درجات الحراره، هنستمر في يعني نسب الرطوبه العاليه نتيجه تاثرنا بامتداد متوسط درجات الحراره. يا دكتور بكره تبقى كام مع الارتفاع اللي حضرتك اشرتي اليه ده؟ يعني هو هيكون ارتفاع طفيف، هيكون اخر في درجات الحراره، هتبقى القاهره الكبرى هتكون 37 درجه مئويه، المحسوسه هتوصل ل 40 درجه مئويه، فيعني احنا خلال هذه الايام بنسجل 36 درجه مئويه، والمحسوسه بتكون 39 درجه مئويه. غدا زي ما قلنا هتكون 40 درجه مئويه على القاهره الكبرى، هي درجه الحراره المحسوسه نتيجه ارتفاع نسب الرطوبه. كلنا عارفين نسب الرطوبه دايما بتزود احساسنا اكتر بارتفاع درجات الحراره. هنستمر في الاجواء الشديده الحراره الرطبه فتره النهار، كمان فترات الليل في ارتفاع كبير في نسب الرطوبه اللي بتتجاوز ال 95% على سواحلنا الشماليه، تتجاوز ال 80% على القاهره الكبرى، فهنحس اكتر خلال فترات الليل بارتفاع درجات الحراره، خاصه ان نشاط الرياح بيكون نسبي فقط خلال فترات المساء، لكن فترات الليل ما بيكونش في نشاط للرياح في ارتفاع نسب الرطوبه، فهنحس اكتر خلال فترات الليل بارتفاع درجات الحراره. طب يا دكتور الارتفاع هيكون في القاهره بس ولا هيكون في محافظات تانيه كمان؟ لا، هو ارتفاع درجات الحرارة هيكون على أغلب مناطق الجمهورية، زي ما قلنا هو ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بحوالي درجة، يعني سواحلنا الشمالية هتتراوح ما بين 32 وال 34 درجة مئوية، ده طبعا درجة الحرارة المقاسة في الظل، المحسوسة هتوصل ل 36 و 37 درجة مئوية. طبعا مناطق من شمال وجنوب الصعيد بتوصل، طبعا خاصة المنيا وأسيوط بتوصل ل 39 درجة مئوية، مناطق جنوب الصعيد الأقصر وأسوان بتوصل ل 43 و44 درجة مئوية. طيب يا دكتور مشاهدينا، كانت معانا دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. دلوقتي مشاهدينا خلونا نتابع درجات الحرارة المتوقعة، والبداية هتكون من القاهرة، بتسجل العظمى في القاهرة 36 والصغرى بتسجل 24، الإسكندرية العظمى 32 والصغرى بتسجل 25، مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22، سيوة العظمى 38 والصغرى بتسجل 22، بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25، دمياط العظمى 33 والصغرى بتسجل 25، الإسماعيلية العظمى 37 والصغرى 23، السويس العظمى 36 والصغرى بتسجل 23. هنروح للعريش، العظمى فيها 33 والصغرى بتسجل 24، طابة العظمى 36 والصغرى بتسجل 27، سان كاترين العظمى 33 والصغرى بتسجل 19، شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27، الغردقة العظمى 39 والصغرى 28، الفيوم العظمى 36 والصغرى بتسجل 24، بني سويف العظمى 37 والصغرى 24، المنيا العظمى 38 والصغرى بتسجل 24. هنروح لأسيوط، العظمى فيها بتسجل 40 والصغرى بتسجل 24، سوهاج العظمى 39 والصغرى بتسجل 25، قنا العظمى 41 والصغرى 25، الأقصر العظمى 42 والصغرى بتسجل 26، أسوان بتسجل أعلى عظمى النهارده وهي 43 والصغرى بتسجل 28، الوادي الجديد العظمى 42 والصغرى بتسجل 22، شلاتين العظمى 37 والصغرى بتسجل 26، وأخيرا حلايب العظمى 34 والصغرى بتسجل 26. دي كانت فقرتنا الجوية مشاهدينا، دلوقتي هنرجع لشازلي وباسانتا عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم، شكرا لك.